مشاهدين الكرام أرحب بكم أطيب ترحيب في حلقة جديدة من برنامج الطبيعة في الشعر العربي مشاهدين الأعزاء متذوق الشعر نصحبكم للوقوف على عناصر الطبيعة التي ذكرت في الشعر العربي من خلال قصائد الشاعر عبد العزيز سعود البابطين التي تزخر بالكثير منها كما سنعرض معها بعض أبيات الشعراء العربي من مختلف العصور كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض النباتات وآثارها في البيئة الكويتية ونكمل الحديث في هذه الحلقة مستعرضين نوعا من النبات مشهورا جدا في البيئة الكويتية وفي الجزيرة العربية وهو النخل فالنخله شجره مباركه وصديقه للبيئه حيث اعطت للانسان كل ما يحتاج اليه من ماكل ومشرب ومسكن ايضا وقد عمل اهلنا منذ القدم على استثمار كل جزء منها سواء من سعفها او جذوعها او طلعها كما ان زراعه النخيل في الخليج واحدة من اهم الزراعات التي تعدل من حرارة الجو وتحمي الكثير من المزروعات التي تعيش في كنفها وتحت ظلها وقد اورده الشاعر عبد العزيز البابطين في بعض اشعاره فقال: ونخلة الحي تومي وهي زاهية لسيرة في الهوى من أنبل السير ويسأل الباب بابا قربه لهفا أليس هذا سمير الأنجم الزهري أما الشاعر ابن قلاقس فيقول وأبغضت فيك النخل والنخل يانع ويعجبني من أجلك السدر والضال أحب لجراك السماوات والقضاء ولو أن صنفيه وشاة وعذال ويقول ابن الرومي عذرنا النخل في إبداء شوك يذود به الأنامل عن جناه فما للعوسج الملعون أبدى لنا شوكا بلا ثمر نراه تراه ظن فيه جنا كريما فأظهر عدة تحمي حماه فلا يتسلحن لدفع كف كفاه لؤم مجناه كفاه ويقول ابن الرومي ايضا النخل يشرع شوكا شائكا اشبا ولا يدافع كفا حاولت رطبا واما لسان الدين ابن الخطيب فيقول مزايا النخل يوم الفخر مما تساوى الشيخ فيه والغلام وحنا لطيبة للنخل طيف على حجرات ساكنها السلام فيا قاضي القضاة فدتك نفسي أقر الخصم فارتفع الكلام وناتي إلى الشاعر الكميت ابن زيد وهو الكميت ابن زيد ابن خنيس الاسدي شاعر الهاشميين من اهل الكوفه اشتهر في العصر الاموي وكان عالما باداب العرب ولغاتها وانسابها ثقه في عمله منحاز الى بني هاشم كثير المدح لهم ومتعصب للمضريه على القحطانيه وهو من اصحاب الملحمات اشهر شعره الهاشميات وهي عده قصائد في مدح الهاشميين ترجمت الى الالمانيه ويقال ان شعره اكثر من خمسه الاف بيت يقول في النخل لا ينبت النخل الا في مغارسه منهم ولا ينبت الخطيه السلم ومن خلال الحديث عن النباتات والاشجار في الطبيعة الكويتية والصحراوية لا نستطيع أن نغفل الحديث عن غصن الشجرة لما له من دور هام في الحياة قديما وقد ذكره الشاعر عبد العزيز سعود الباطين فقال يا حب أبقى حبيبا طول أزمنتي رغم التباعد رغم البين يضنينا لمن اراها بقلبي كلما هتفت ورقاء في غصنها تشدو اغانينا وقال ايضا سهرت بليل غاب مثلي بدره شكوت له فعل الهوى وشكاليا وكف الصبا حولي تداعب اغصنا تميد كطيف جاء منك حياليا أراها بقربي لا يفارقني إذا نظرت أمامي أو نظرت ورائيا ولعبد العزيز البابطين أيضا لفها الغيب وأخفاها المدى ذكرياتي وطواها الزمن والليالي بدلت سيرتها فجفى عيني فيها الوسنُ بعدما غير دهري صورتي ومن الزهر تعرى الغصن ان حبا عاش في اعماقنا زمنا ها قد غزاه الوهن ويقول كذلك مشيق قدها كالغصن تحلو على ايقاعه نغمات حاد مهات هاجت الأوتار شدوا بفتنتها وأزهرت البوادي إذا مالت تمايل كل غصن بأشجار الروابي والوهاد أما الشاعر ابن زيدون وهو أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن غالب ابن زيدون المخزومي الأندلسي ويكنى بأبي الوليد وزير وكاتب وشاعر من اهل قرطبه انقطع الى ابن جهور فكان السفير بينه وبين الاندلس واتصل بالمعتضد صاحب اشبيليه فولاه وزارته وفوض اليه امر مملكته فاقام مبجلا مقربا الى ان توفي باشبيليه في ايام المعتمد على الله ابن المعتضد يقول ابن زيدون في الغصن يا مخجل الغصن الفينان ان خطر وفاضح الرشا الوسنان ان نظر يفديك مني محب شأنه عجب ما جئت بالذنب الا جاء معتذرا لم ينجني منك ما استشعرت من حذر هيهات كيد الهوى يستهلك الحذر ما كان حبك إلا فتنة قدرت هل يستطيع الفتى أن يدفع القدر أما الشاعر ابن سناء الملك فيقول ما هزة الغصن إلا ملك هزته وذلة الصب إلا طوع عزته قد أشبه البدر إلا في تبرجه واشبه الظبي الا في تلفته وما راى الناس نارا في توقدها كنار قلبي الا نار وجنته يا لها من ابيات جميله مشاهدينا الكرام الى هنا نصل الى نهايه هذه الحلقه من برنامج الطبيعه في الشعر العربي ارجو ان تكون قد نالت استحسانكم ولنا معكم موعد آخر في حلقة مقبلة بإذن الله، فحتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته